أنا دودة أنا كنت أنا كنت يعني إذا خيرت أن دول المفروض يعترفوا ياسر عرمان وود الفكي وبابكر فيصل وصديقي ودي صالح الذي لا يجمعنا للأسف. رغم ذلك نحن محتاجين نور. شفت كيف؟ ومريم الصادق وطه عثمان فصفوة والنخوة والنخبة من أبنائنا وبناتنا عزيزات وعزيزات. نحن كنا دايرينهم ديل كانوا يكونوا معانا والله، لأنه كراهية ما دايرنا. كراهية ما دايرنا. كويس؟ الكراهية ما كويسة يا جماعة، الكراهية اللي تؤدي إلى التخريب، كراهية اللي تؤدي إلى كراهية الآخر ده ما كويسة، لأنه نحن تربينا على كراهية الآخر، دايرين نطلع من الكلام ده على قبول الآخر، وده فرصة الوحيدة إنه نحن نقبل بعضنا البعض، نحن نقبل بعضنا البعض. دكتور جون جاري يا أخونا عنده مقولة كويسة جدا، كلكم استمعتوا. قال لك لا الإسلام بوحدنا، لأنه في مسيحيين وفي غير المسيحيين وكده. لا العروبة توحدنا، لأنه في غير العرب، لا الأفريقانية توحدنا، لأنه غير الأفارقة، لا الكذا توحدنا. توحدنا الوحيدة هي المساحة الجغرافية بتاعت السودان والانتماء لها بالسودانيزم. قال لي فده نحن إذا ما حبينا بعضنا البعض ما في حاجة بتوحدنا، ودائما بلدنا ما بنقدر نحمه إلا بحب مع بعضنا البعض يا جماعة. فده رسالة من الرسائل، رسالة الأخوان العسكر المكون العسكري. المكون العسكري يا شباب، العسكر ده حتى ولو أخطأت بعض الأنظمة واستغلتها العسكر والمؤسسة العسكر ده السياسة والساسة والأحزاب فيما بعد، نحن عسكر ديل ابنائنا. ما في عسكري من الجندي للفريق أول، ما في عسكري أجنبي من ابناء الاجانب، ده ابنائنا. يجب ان نزرع الحب بيننا وبينه، يجب ان تقللوا من الصدمات، يجب ان تقللوا من طمعات الحكم برضه. لكن في فتره انتقاليه ده انت ونحن كلنا واحد، فتره انتقاليه ده كلنا واحد. فقط افتحوا الماعون، ما تقعدوا بالليل، هوي ما تقعدوا بالليل، ده ما كويس الكلام ده. دائما اقعدوا نهار زي ما نحن نقعد معاكم، اقعدوا مع مجلس المركزي برضه نهار، رغم انه انا عارفهم هم من اصدقائي واخواني، انا عارفهم هم بيحبوا النور، هم بيحبوا الظلام، لكن ما تقعدوا معهم ظلام لانه ده خيانه. كويس؟ نقعد مع بعض كلنا يا اخوانا، نفصل للبلد ده فتره انتقاليه، ونفصل للبلد ده حكومه دائمه وديمقراطيه دائمه، ده حاجه مهمه جدا. لكن اي محاولة كسب الجيم اليوم بكرة انت خسران. انا بقول للعسكر اي محاولة انت كسبتها اليوم انت بكرة خسران، لانه التكتيك ما ببني البلد، ببني البلد هو الاستراتيجية والجلوس مع بعض والانفتاح مع بعضنا البعض. فكلنا نقعد مع بعض. طالما اليوم احنا نشكركم كثير، لانه الاتفاق بتاع جوبا ده لولاكم ما كان بيتم، وانا متاكد من الكلام ده، اخواني ديل كان رافضين الاتفاق، لكن بيكم تم الاتفاق بتاع جوبا. لكن هذا لا يعني انه نديكم الشهاده الى الابد، انتم تستمروا بان تشيلوا هذا وتتركوا ذاك. لكن كان عجبكم برضه اعملوا يعني، خلاص ما فيش مشكله.